سلمى، محطتنا الطبية التالية رح نتطرق فيها لأبواب الصحة والجمال اللي بتعلق بطب الأسنان، ونتعرف من خلالها على آخر الابتكارات بمجال زراعة الأسنان مع الدكتور سامر زكريا، اختصاصي تجميل وتركيبات، والدكتورة رشا قدماني وهي أيضا خبيرة بالأسنان، طب الأسنان الوقائي. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا بكم. صباح الخير، يسعد أهلا صباحكم. وسهلا. كل يسعد سنة صباحكم. كل سنة. يعني معنا اليوم دكتورين من مجال كتير مهم، زراعة الأسنان وتجميلها وطب الوقائي، ورح نبلش أكيد مع الدكتورة. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك وشكرا كثير كثير لاستضافتي بهالبرنامج الممتع والمفيد بيوم الجمعة الصبح، وقناة وطنية إخبارية اللي يعني بهذا من كامل سروري و شكرا لك دكتوره. Thank شكرا so لك، واكيد ان شاء الله هيك بيكون محطتنا اليوم بنضيف فيها معلومه جديده لكل يلي عم يتابعنا. خلينا نحكي بالبدايه مع حضرتك عن طب الاسنان الوقائي. طب الاسنان الوقائي هو عباره عن مجال صار لازم يزداد الوعي فيه على مستوى فردي واجتماعي طبعا، لانه صارت زياره الفرد لطبيب الاسنان مو متعلقه بحل مشكله حاليه، سن مكسور او عم بيجعه او مشكله حاليه، صار كمان مهم كثير لتفادي مشاكل مستقبليه ممكن تكون كثير جديه، ممكن تكون مشاكل مهدده للحياه، مثلا اكتشافات مبكره لسرطانات بمراحل مبكره. حتى صار طب الاسنان هو المنفذ الاول لاكتشاف اضطرابات عديده، منها اضطرابات جديه بالنوب ان كانت تؤدي للوفاه بحال استمرارها وتفاقمها. وبنفس الوقت كمان لما تروح العيله كلها، الاب والام والاولاد بشكل دوري طبيب الاسنان، ودائما ينصح بروحتهم كل 6 اشهر، هالشيء هذا طبعا مثل ما قلنا على مستوى السني بيعالج المشكله، كما بنفس الوقت بيكتشفوا اشياء مشاكل مستقبليه. بالنسبه للاطفال بتخليهم انه يمنع حدوث اصابات مستقبليه، وكمان بنفس الوقت بامكانه كمان يتنبؤوا اذا بده الولد عنده مشاكل ان كانت تصير لبعدين تقويم، او مشاكل مثلا اضطرابات كمان بالنوم، لانه مشاكل اضطرابات النوم بتؤدي لسلسله من اضطرابات على مستوى صحي، ومثل مثلا فرط النشاط الزائد للطفل وعقل التركيز. فرط النشاط يمكن دكتورة شائع جدا ايضا هلا بين الاطفال، مثل ما قلت يمكن يعتبر الفم او خلينا نقول الاسنان هي بوابة صحة الجسم باكمله. خلينا دكتور سامر نحكي شوي كمان عن الموضوع، كمان دارج كثير واللي فيه كمان معلومات مغلوطة عن زراعة الاسنان وتجميل الاسنان، خلينا نحكي عن هذا المجال واخر الابتكارات كمان فيه. صباح الخير لكم كمان، وشكرا كثير لكم على الاستضافه. اليوم نحن بسوريا طب الاسنان التجميلي وجرح الاسنان مجال تقدم كثير بالفتره الاخيره بال 20 سنه الماضيه، وقطع خطوات كثير واشواط واسعه كثير. فنحن صار عندنا قدره نقدم الخدمات العلاجيه كلها للمريض، وحتى من الدول المجاوره بيجوا لعنا مشان هالخدمات هي. فلما بيجي المريض لعنا لازم ننظر نظره عامه للمريض كله، لشخصيته، لمتطلباته، لشو هو حابب يعمل، ونفس الوقت نقدم له الفائده العلاجيه القصوى الممكنه ضمن امكانياته المتاحه. فلازم نعطيه كل الخيارات العلاجيه، انه بنقدر نعمل لك جهاز متحرك، بنقدر نعمل لك زرعه، بنقدر نعمل لك تجميل عالي، تجميل وسط الى اخره. فلازم ناخذ بعين الاعتبار كل هالعوامل هي المشتركه، ننظر لكل مريض نظره كانها حاله جديده قدامنا، نستعمل خبرتنا السابقه وبنفس الوقت نشوفها كانها شيء جديد عم نعطيها لحتى نقدر نقدم له احسن علاج ممكن. زرع الاسنان هو احسن خيار تعويضي وتجميلي حاليا موجود للي عنده امكانيه. وتجميل الاسنان كمان صار في عندنا خيارات كثير واسعه وكثير مواد يعني موجوده متاحه لحتى نقدر نقدمها حسب كمان مثل ما قلنا كل حاله فرديه وحسب كل ما مريض ما بيطلب يعني. بس بضل دائما السن الطبيعي هو احسن شيء يعني. هي بدي اقول لك عليه انه الكل بيقولوا يمكن سلمى فينير لومينير، طب اذا كان السن صحي وطبيعي يعني مو الافضل انه نحافظ عليه من انه نبرده او أكيد هو احسن سن هو سن طبيعي. صحيح. فنحن كل محاولاتنا هي لتقليد هالشيء من حيث الوظيفه، من حيث الشكل، فبننصح اي حدا يحافظ على اسنانه الطبيعيه يعني شغله قبل ما يدور على خيارات ثانيه. اكيد يعني التجميل مانو موضه للاسف، صرنا عم نشوف تجميل حتى دخل على الاسنان، صار الناس يتبعوا موضة متطلب يعني الابتسامة البيضاء المبالغ فيها بدي كذا. شو الفرق بين التجميل والتعويض
التعويض، خلينا نحكي في بعض الحالات نحن مضطرين نستخدم فيها تمام. أساليب معينة. نحن بنعتبر التجميل والتعويض واحد، لأنه التعويض لازم يكون جميل تجميلي، والتجميل لازم يكون كمان يقوم بالوظيفة تعويض. فلازم دائما نعطي خيار للتعويض أو التركيب، نعوض عن شيء مفقود وبنفس الوقت نرمي من الوظيفة التجميلية، يعني يكون الشكل جميل وقدر الإمكان قريب للطبيعي. لما بيجوا بيطلبوا منا ابتسامة بيضاء أو ابتسامة هوليوودية، فنحن نحاول نقنع المريض إنه لا، يعني شو رأيك نعملها تشبه أسنانك طبيعية أكثر، شو رأيك نعمل شيء ما يبين إنك أنت مركب. في مرضى بيسروا بيلحوا بيقولوا لنا إنه نحن بنقدر نعمل كل شيء، بس نحن بنحب نقدم خيارات ممكنة يعني. فضمن هالموجود نحاول. نعم دكتورة رشا، يعني كنا عم نحكي عن الطب الوقائي للأسنان، نحن بنعرف الطب الوقائي بشكل عام، لكن طب الوقائي للأسنان شوي ما عندنا معرفة فيه، مثل ما عطتنا لمحة عنه. خلينا نحكي كيف لازم تبلش الأسرة مثلا بمتابعة هذا الموضوع مع الدكتور المختص، الأولاد من أي سنة لازم يتابعون، في أعراض معينة تستدعي فورا أنه لازم يحكوا مع الطبيب، وخاصة الطب الوقائي إذا حسوا بأعراض معينة. هلأ هو أكيد الوقاية بتبلش من وقت ما السيدة بدها تفكر أنه تجيب أنها تحمل، تكون مسؤولة عن حياة إنسان آخر. طبعاً طريقة بدير بال على حالة مرة تدوري لدكتورة المختص، وبعدين أثناء الحبل طبعاً بدأ تأخذ كل المواد التغذية اللي بتساعد، طبعاً تأخذ ولد صحي طبعاً. تدليل على التغذية، على الغذاء اللي لازم تأكله كمان هيك. طبعاً أكيد هو 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 أشياء كل الناس تعرفها، وكمان إذا تابعت الدكتور المختص يعني طبعاً بتابع معه طبعاً أكيد. طبعاً في أشياء مضادات حيوية لازم كمان تتفاداها، والمثلاً التعرض لأشياء معينة، في أشياء لازم تعمله وأشياء لازم تتفاداها، طبعاً هذا لحاله سبيشالتي. بس لما تيجي البيبي طبعا، لما يجي الطفل، اذا بتلاحظ اول شيء ملاحظته اذا في شيء بتحسه، وفي شيء طبعا بالتعامل مع الدكتور طبعا اول ما بيجي الطفل صح، بيكون في اشياء واضحه انه في اشياء مثلا مو مزبوطه، ساعتها فورا. بس بشكل عام ينصح بزياره طبيب الاسنان عمر 6 اشهر، بلش اول 6 اشهر من 6 اشهر او ناتورة من لسه تبع الولاد. يس، وفي ناس بيطلع قبل يعني بيطلع قبل، في ناس بعد شوي، بس هو المتعارف عليه 6 اشهر الا اذا كان طلع ظهور اول ابكر شوي. طبعا من هلا من وقت ورايح كل 6 اشهر بدك، هي الزياره الاوليه عشان تاكدي انه كل شيء طبيعي، ما في شيء مثلا بدايه ورم، كل شيء غلط، تسلسل وعدد الاسنان بكل مراحل النمو متوافقه مع المتوقع. وكمان بنفس الوقت تعلمي الولد، تعلمي اهله شلون يدير باله على اسنانه، لازم يتعلم انه شلون يفرش اسنانه، يستعمل الخيط السني بين اسنانه، كثير هي كثير مهمه، لانه ثقافتنا احنا بعتبر الخيط السني هو عباره عن شغله سخيفه ومو متعارف عليها كثير. هي شغله كثير مهمه كثير مهمه، يعني انا دائما بقول للمرضى تبعي بقول لهم هي ساوند يعني انه هيك كانه بتحس شيء بسيط او سخيف، بس هي شيء كثير مهم لانه هذا الشيء الوحيد اللي بنظف بين الاسنان. في ناس ما بتعرف تستخدمها كمان دكتوره، يمكن جهلها بطريقه استخدامها الصحيحه بخليها تخاف او تبعد عنها، انه بخاف فوتو يعلق بين اسناني او شو النوع اللي منيح، انه مثل فراشي الاسنان في نوع جيد ونوع مو جيد، كمان هي النظافه الفمويه العاده. هو طبعا بدك تستخدمي شيء يكون سهل انك تستخدميه، اذا كان كلها اسنان طبيعيه ما فيها ترميمات بين الاسنان، بقول لهم استخدموا اللي بيكون مثلا معه ستيك او معه شو يسموه الايد الحامله للفلوس او للخيط السني، بحيث انه بتقدر تسهل عليك انك توصل لكل الاماكن لازم توصله. اول شيء طبعا بتستخدم الخيط السني، بتحرر كل شيء موجود بين الاسنان، بعدين بتنظفي بالفرشاي. طبعا المضمضه لازم يكون فيها فلورايد، هي اهم شيء طبعا، واغلبيتهم فيهم فلورايد، بس انا بقول دائما حتى للمرضى الكبار بالعمر استخدموا الموجود للاطفال، لانه انت بدكم الفلورايد بحد ذاته، اي شيء زايد الكحول، الكحول او كذا او شيء، هي اشياء زايده، لانه ما فيش ما فيك توصل لمستوى تعقيم التم 100%. تماما. اول ما تعقمي مده ثانيتين ثلاثه واحد بسكر تمه وبيرجع كل شيء الأول. يعني هي تبع 6 ساعات بيقعد ومدري شو كله هذا هذا ده تكنيك على فكرة. تفريش الأسنان هو عبارة عن تكنيك، وقديش أنت بتواظبي على الحفاظ عليهم أكثر من المواد نفسها. بعدين طبعا بتبلشي تشوفي مثلا نمو الطفل، نمو الأسنان، إذا في مثلا نخر على جناب الأسنان، هي فورا صور أشعة بس عمرت 3 سنين وطالع، بتأكدي. وبقول دائما بنصح الأهل أول ما تشوفوا التلامس بين الأسنان للأطفال، هي معناتها بداية استخدام الخيط السني.
طبعا احنا بنقول لهم دائما على مستوى يومي لازم تعملوه، لانه بدنا الولد كمان يتعود على الاحساس بالنظافه، لانه متى ما تعود احساس بالنظافه بصير صعب يرجع بصير عاده صحيه. ايوه بصير بقرف اذا صار حس شيء غير هيك يعني. وطبعا بنفس الوقت بصير تسلسل الاسنان، مثلا نفرض صار عنده مثلا خطا بالفك، علاقات الفك مع بعضها، العظم اللي فوق الفك العلوي عم بيمه اكثر من عظم الفك السفلي، السفلي اكثر من الفك العملي السفلي العلوي سوري، فبصير انه في فتره اسمها الفتره الذهبيه بنمو الاطفال 8 سنين ل 10 سنين، هي اذا بده فيه شيء بده توسيع او شيء بده تضييق بيكون سهل التلاعب فيها. بينما بعد هيك اذا اكتشفوا في مثلا اذا تكلس الفك العلوي او السفلي بعد هيك بعمر بعمر المراهقه بصير صعب، بصير بده جراحه تكسير وتظبيط وحدايد وكذا، فبصير خبره كثير سيئه وصعبه على الكل. دكتور خلينا نحكي كمان، يمكن في كثير ابتكارات وطرق فاتت مثل ما قلنا على زراعه الاسنان وتجميل الاسنان، منها البلازما اللي سمعنا انه قد تستخدم ايضا بزراعه الاسنان، هل انت مع هي الطريقه وهل في طرق جديده بالامكانيات المتاحه الموجوده عندنا بالبلد؟ نحن كلنا بنعرف انه في كان عقوبات اقتصاديه على قطاع الصحه، فلوين وصلت القصص بزراعه وتجميل الاسنان؟ هلا الحرب اثرت بشكل او باخر يعني على المواد المستورده وعلى الزرعات وامكانيه يعني الشغل وكل شيء بياثر على بعضه صحيح. فمرينا فتره صعبه، بس هلا الحمد لله الامور احسن الحمد لله. من حوالي 100 سنه عم يقولوا انه التعويضات المتحركه بدها تصير محل الزرع، ولهلا شايفين انه لهلا موجوده التعويضات المتحركه، فالزرع لسه ما اخذ مكان التعويض المتحرك. بس هلا 2018 اول مره انا بحس انه بلش فعلا الناس تقتنع اكثر. هو صعب دكتور الزرع يعني عم نشوف ناس عم تضل فتره منيحه يعني عم تعالج بالزرع. الزرع شغله بسيطه جدا بس بدها تحضيرات جيده، يكون في معرفه بالمكان اللي عم نزرع فيه وين، والاستطباب تبعه يعني وين، يعني هي الحاله مثلا بيمشي الحال ولا ما بيمشي الحال، كميه العظم اللي فيها، عمر المريض، وضعه الصحي، وضعه النفسي، وشويه تقنيات انه نعرف وين تكون الزرعه موجوده فوق التعويض، شغله سهله كثير وبسيطه كثير تحضيرها. واذا بتسمح لي كمان مداخله، بالنسبه للزرع من اهم الاشياء اللي لازم الواحد يعرفها انه زرعه الاسنان بتحافظ على العظم الموجود، العظم بالفك هو عظم وظيفي مقترن بوجود الاسنان، اذا راح السن بيمتص بيروح، ففي كثير ناس بتغير حتى التناظر تبع وشهم، بتلاقي مثلا كذا بصير بتغير شكلهم، فكتير مهم للحفاظ على عظم الفك انه تحطي الزرع عشان تضمني استمرار وجود العظم. والشغله الثانيه المهمه انه بتحافظ على صحه وسلامه الاسنان المجاوره، يعني انه بحيث ما تبرديهم عشان يستلموا تعويضات سواء كان ثابته ولا متحركه. وفي شغله كمان هي راحه المريض، يعني الزرعه مريحه جدا للمريض، يعني لما بنركب الزرعه انا جربتها شخصيا يكون مرتاح كانه سنه طبيعي الحقيقه، غير احساسه لما يكون مركب بدله او جهاز متحرك او تلبيسه حتى جسر. يعني هذا حل للبدله يمكن سلمى ولجهاز متحرك اريح شيء هو الزرعه تماما. حتى يمكن مثل ما قلت في ناس معينين للاسف ما بيقدروا ينعموا بهي الراحه اللي هي زرع الاسنان عشان امراض معينه، الا الكلف مع الزمن بسبب كثره العروض وسهوله التقنيه وكثره الشركه اكيد راح تقل، راح تتحسن يعني التكلفة المادية تكون متاحة لكل الناس أكثر بالنسبة للزرع. قد بياخذ وقت الزرع؟ بياخذ تقريبا ربع ساعة إذا زرع عادي يعني. لا إنه وقت ليطلع السن والزرع نقدر نركب فوقه. هلا في عندنا نوعين، يا إما بنستنى شهرين بالفك السفلي وأربعة شهور بالفك العلوي، أو أحيانا إذا في مجال بنعوضه فورا يعني. بضل المريض بلا سن بلا لا بنركب مثل شيء مثل بيشبه سن الحضار مؤقت. سن مؤقت بهالفتره بكون موجود عليه، واحيانا بنقدر نعوض فورا مباشره بنفس اليوم يعني. اذا كانت لسه قويه يمكن، اذا كان العظم قوي في ارتباط قوي بنعوض فورا موجوده يعني. تحميل فوري بسموه فوق الزرع. طيب دكتوره حضرتك انت لفتره من الزمن خارج سوريا، بعد ما رجعتي كيف شفتي زراعه الاسنان بسوريا وكيف شفتي بشكل عام اصلا تطور بمعالجه الاسنان؟ هلا انا صار لي فتره برات البلد، بس من خلال طبعا تواصلي مع زملائي واللي انا كثير فخوره بتطوراتهم بانجازاتهم، وما شاء الله كلهم هلا على مستوى عالي من كل النواحي يعني الاجتماعيه والعلميه وطب الاسنان وكله. طبعا هلا العالم صار كله نت وحده، صار كله عباره عن كتاب مفتوح، شبكه وحده، ومو كل شيء مثلا، وكمان في اوروبا هون كمان والشرق اسيا واوروبا وامريكا، فصار هذا المجال مثل ما عم بيحكي كثير عم بيتطور عم بيكبر، حتى المبدا تبعه عم بيتغير كمان. يعني قبل كان تحسي له رهبه بخوف زراعه، يعني تلاقي الدكتور والمريض ميتين رهبه، هلا صار لا، هلا صار في كونسبت حتى جديد انه في زرعه مثلا صغيره بتحطيها بتحطي سن فوق ذات ست يو جو، عرفت شلون؟ فعم تتطور.
فما شاء الله كله صار كله من يعني بتحسيه مقبل على التعلم، يعني ما عاد مثل قبل الواحد بدرسة قديمة وخلاص يعب عيادته وخلاص، صار هلا الانفتاح على 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 المؤتمرات وعلى التعليم الذاتي وعلى على التواصل وعلى وعلى مثلا في صفحات على الفيسبوك مثلا صار اخر الابتكارات دائما باي مجال عم كلهم بتواصل الاطباء صاروا يتواصلوا دكتوره لكن دائما نقول الطبيب السوري ماهر لانه هو عم صحيح. يعني حدا بيتعلم النظري والاستاجات بالجامعه بيطبقهم بفتره طويله ما انه فتره قصيره بيمارس عمله، فهذا الشيء كمان خلينا نسألك عنه انه هذا الشيء صحيح الطبيب السوري. تمام. لاحظت شغلتين من ناحيه اكاديميه ومن ناحيه عمليه. من ناحيه اكاديميه مثلا انا درست هون مثلا درست بالولايات المتحده الامريكيه، لاحظت هناك في السيستم مثلا الامريكي مثلا متعدد الاجابات، تعدد الاجابات يعني مثلا مرات تكوني يعني نفرض 60% الاجابات تبعك الصح كانت صح او 70% الباقي مثلا صدفه ما بنعرف، بس لما بتكون مثلا هون السيستم هون في متعدد وفي كتابي انت ما حتكتبي شيء اذا كنت فهمانتي، وفعل الأغلب أنه التفاصيل بالفهم أنا لاحظت من خلال ملاحظتي الشخصية هون أحسن أقوى من هناك، والدليل على هيك لما عم نروح نعمل بوردات عم نلاقي ما عم نلاقي صعوبة أنه نجتازب علامات عالية يعني أنا وأغلبية اللي بعرفهم. الشغلة الثانية من ناحية عملية كمان إحنا أنا طبعاً كان في فرق بين خلصت هون وطلعت لهنيك، كان في مثل ثغرة ما فيني أحكم بقى على الناحية العملية لأنه بهالثغرة هي 5 سنين اختلف كل شيء، يعني كلنا نستخدمه هذه 5 سنين أصلاً بطلوا بالأسواق بعد 5 سنين قبل 5 سنين، فما فيني أحكم. بس طبعاً هلأ أنا عم شوف ما شاء الله يعني أنا بحس كلنا متوازيين بقيت قدرتك على أو مسابرتك على أنك تطوري نفسك. يعني مثل ما قالت دكتورة رشا دكتور سامر، يعني برغم من أنه نحن مرينا بفترة كتير صعبة مثل ما حكينا بالبداية إن كان بالمواد الموجودة حتى بالأدوات وبكل شيء، بس مع هيك استمر في تطور كبير. هذا بيرجع يمكن حتى للأبحاث، يعني نحن كل سنة نحضر مؤتمرات طبية علمية عم يتم فيها مثل ما بنقول تبادل الخبرات وأيضا دراسات بهذا الموضوع. تمام. في سببين مثل ما تفضل دكتورة رشا قالت أنه يعني تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، اليوتيوب لحاله بيقدر يعلمنا اي شيء بدنا اياه، يعني بنقدر نفوت نشوف اي طريقه اي شيء، ما عاد في شيء مخبى، ما عاد في شيء غير متاح للجميع. فمثل ما قلت يعني انه الواحد بس هو وشغله هو بقى وقدرته على التفاعل مع الجديد، فيسبوك كمان صفحات مليئه دائما بالجديد وبالشغلات الجديده، هذا ساعدنا انه نعوض الضغط تبع الحرب والنقص اللي كان يسبب، فكانت النتيجه فعلا انه يكون قريبا من بعض المستويات. الجامعات الخاصه كمان تنافسها بين بعضها صراحه عطى مجال كثير للشغل بالبحث العلمي، وعم يعودوا الطلاب من هلا على البحث العلمي، وهي عم تطور كثير، عم ترفع مستوى الطبيب الفردي كثير، ونحن في عنا كمان شويه نصائح للاطباء الفرديين يعني الجدد المتخرجين الجدد فينا نعطيها. اكيد يعني نحن استفدنا من كل المعلومات اللي اعطيتونا اياها بمجال زراعه وتجميل الاسنان والطب الوقائي للاسنان، هو كتير مهم وخاصة هلأ من بداية ولادة الطفل لحتى عمره يقدر هو يحمل المسؤولية مثل ما بيقول لها ينظف أسنانه. ودائما بنقول إنه الابتسامة هي نصف جمال الإنسان، حافظوا عليها. شكرا لوجودكم معنا وكل التوفيق. شكرا جزيلا لكم. شكرا لوجودكم معنا.